اسمي ضحى. في اولى ثانوي مدرسة امل والسم بنات باسكندرية، وعندي 17 سنة. المشروع ده اسمه سمارت شوز، الحذاء الذكي. ده بيخدم المسنين او اللي عندهم زهايمر بشكل خاص. وزي بالفعل لما بابا جده لما كان بيدلعني وانا صغيره وكبر، دلوقتي من حقه ان انا كمان اخاف عليه وما ينزلش البيت من غير ما يعرفني يرجع. انا دلوقتي حاطط كلر سنسور وحاطط ساوند سنسور. الكلر سنسور انا بحط شريط احمر موجود على مدخل باب الشقه، بحيث اول ما يعدي عليه بالشوز بتاعه جده ابتدي احس بيه هيعمل فايبريشن عندي انا في الجهاز اللي في ايدي، فالحقه سواء في المطبخ في اي حته جوه الاوضه الحقه، مش عشان احبسه عشان انزل معاه او يستناني بقى اكون معانا، ما انزلش لوحده. كان في مشكلة إن بابا جده فاهم إن اللون الأحمر دوت ممكن يعدي عليه ويعمل صوت، بقى يرفع رجليه لفوق فما يحسش السنسور باللون الأحمر. رحت حاطط له ساوند سنسور يحس بالصوت. قفلت باب الشقة بتعمل صوت بقى ألحقه بقى. فبصطاد جده من ده أو ده. هظبط البلوتوث عشان هما بيشتغلوا وايرلس. زي البلوتوث بالظبط بتاع الموبايلات. لكن انا على ما اظبطه دلوقتي هياخد وقت شويه. يمكن عايز اقدم رساله على ما يشحن البلوتوث بتاعنا. في مشكله عندنا للاسف ان في مستوى تعليم الصم في مصر متدني، وحتى بعد ما اخلص ثانوي ما لناش مكان جوه الجامعه. انا ليا رغبه اذا كنا احنا دلوقتي بالفعل مبدعين ولينا صوره كويسه دلوقتي قدام المجتمع، اعتقد من حقنا ان يكون لنا مكان كمان جوه الجامعه، درجات الجامعه زينا زي المتكلمين، وتوفر لنا الناس اللي بتساعدنا سواء من لغه الاشاره او بقرايه الشفايف والتخاطب جوه المدرجات، زينا زي المكفوفين اللي لهم مراكز غير مكفوفين جوه الجامعه في كل جامعات مصر. دلوقتي البلوتوث شحن. المفروض يتحط على رجلين جده، طبعا مش بالحجم ده، هيكون اصغر من كده بكتير، لكن ده مجرد طيب. بدا يحس باللون، بدا يحرك الموتور. ده المفروض ينبه على اسوره في ايدين المرافق مع المسن في البيت. لو هرب من اللون عندي ساوند سنسور برضه نفس الحكايه، حرك لي الموتور اللي هو اللي بيحرك الايدين في البيبريشن عندنا. وكده انا ممكن الحق جدا باذن الله اكون معاك. شكرا.